لدينا سؤال كما تعودنا في كل حلقة، أكيد يعني يقول البعض نعم. إنه الإعجاز العلمي في القرآن يعني تلجأ إليه أو يلجأ إليه بعض الباحثون لأن الأمة تعيش في تخلف وتريد أن تعوض نفسيا عن تراجعها وتخلفها عن البحث العلمي، فبماذا نرد على مثل هؤلاء؟ الحقيقة الأمة متخلفة بالإعجاز وبدون الإعجاز، سبحان الله، لأن هذه حقائق واقعية ليس لها علاقة بموضوع الإعجاز، لأن صحيح عدد باحثي الإعجاز قليل جدا جدا ويكاد يكون نادرا. نعم نعم وأي إنسان يمكن أن يتذكر في عقله كم باحث هناك يمكن أن يعد على أصابع اليد الواحدة نعم أو الاثنتين، على الرغم من وجود الكثير من الأفاضل يبحثون ولكن ليس لهم تأثير. إذن الإعجاز العلمي هو متقبل من قبل شريحة كبيرة وبخاصة من الشباب. لماذا؟ لأنه يخاطب الروح والعقل معا. سبحان الله، دائما تجد في القرآن الإعجاز العلمي مرتبط بالعبرة وبالنتيجة والهدف. صحيح، يعني لا توجد آية فيها إعجاز علمي ليس منها هدف محدد. مثال سريع: وترى الجبال تحسبها ماذا؟ جامد، جامدة، وهي تمر مر السحاب. الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. كيف تمر مر السحاب؟ لم يثبت إلا حديثا أن هذه الجبال تتحرك بمعدل سنتيمترات كل عام. سبحان الله، خلال 365 يوم الجبل يتحرك مثلا بحدود 2 سنتيمتر فقط. سبحان الله، حركة دقيقة لم يتم اكتشافها إلا من خلال الأقمار الاصطناعية والقياسات من خارج الأرض. خارج الأرض طبعا، فضبطوا هذه المسافة الدقيقة جدا، سبحان منزل مليمترات القرآن. عجيب. إذن هذه آية تنبئك عن حقيقة علمية أن الجبال تتحرك وتمر. جميل. لماذا مر السحاب؟ لأن السحاب تدفع من قبل الرياح، صح؟ نعم. والرياح تتولد نتيجة فروقات درجة الحرارة. نعم. علميا. نعم. الجبال تدفع من قبل ضغوط تتولد نتيجة فرق درجات الحرارة تحت الجبال. لكي لا نتأثر نحن البشر يتأثر هذا الجبل ويتحرك قليلا. يحمينا. وباستمرار. هو حماية لنا. يعني عشان كده رواسي أن تميد بكم. الله أكبر. طيب، أنا الآن أمام آية فيها دقة علمية بمستوى المليمترات في السنة، يعني أكبر دقة يمكن أن تتخيلها. سبحان الله، وأكبر حقيقة كانت مخفية عن البشر قبل 40 أو 50 عاما، عندما أحد علماء ألمانيا افترض أن الجبال تتحرك والألواح تتحرك اتهموه بالجنون. اليوم هذه حقيقة مثبتة. سبحان الله. طيب كيف يختم الله الآية؟ انظر إلى الدقة، يعني أنا أريد أن أخذك إلى العبرة. نعم. آية تتحدث عن حركة خفية للجبال كشفها الله لنا، يعلم السر وأخفى. سبحانه. يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنني أعلم دقائق أمورك، كما أخبرتك عن هذه الجبال أنا أعلم وأخبر بالأشياء الخفية التي تخفيها. لذلك بما ختمت الآية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله أكبر على الرب، لا يوجد عبث. إنه دقة. كلام الله. البحار، ذكرت البحار. نعم. ماذا عن البحار؟ البحار تتفجر الآن أمامنا في الدنيا، هناك بحار تتفجر. بحار تتفجر. هل رأيت نعم. انفجار للبحر مثلا؟ سبحان الله. هل تحب أن ترى مثلا هناك مشهد أدلة عملية على ذلك؟ نعم. ليس عملية، مناظر طبيعية هذه. سبحان الله. يعني ترى بحر ينفجر. بحر ينفجر. نعم. شاهد هذا البحر كيف يتفجر بسبب ضغوط الأرض الهائلة التي تطلق هذه الحمم المنصهرة بدرجة حرارة آلاف الدرجات المئوية، فتختلط مع ماء البحر البارد فتولد مزيجا منفجرا يؤدي إلى ما نشاهده الآن في منطقة قرب جزر هاواي، هذه على شواطئ هاواي، حيث تصدر انفجارات لهذه البحار. إذن هنا البحر يسجر ويحمى أولا ثم يتفجر، مراحل كيميائية دقيقة للتفاعلات الكيميائية هنا. سبحان الله. إحماء ثم تفجير، ناحية علمية نتحدث. انظر إلى هذه الانفجارات، هذه كلها حجارة ملتهبة تطلق أصوات مرعبة، أصوات هذه الانفجارات مرعبة. سبحان الله.
وتحدث في البحر ونحن غافلون عنها. عندما درس العلماء هذه الظاهرة ماذا وجدوا؟ نعم. وجدوا أن هذه البحار يجب أن يتم رفع درجة حرارتها لأكثر 1000 درجة مئوية الماء، ثم تتفكك بعض جزيئات الماء إلى الهيدروجين والأكسجين مشكلة مزيجا شديد الانفجار. هذا المزيج كمان إذا جاءته الشرارة يطلق مثل هذه القذائف العنيفة جدا التي تنطلق لعشرات الأمتار في الهواء، وهي تنفيذ أيضا للكرة الأرضية، وهي رحمة بنا أيضا، رحمة لباقي الكرة الأرضية، سبحان الله. لذلك الآن نحن قمنا بوصف فيزيائي وكيميائي لهذه الظاهرة. جميل. هل تتخيل أن هذا الوصف يمكن أن نجد إشارة له في القرآن الكريم؟ الله أكبر، هذه ظاهرة جميلة جدا وعجيبة. طيب، الله عز وجل أراد أن يخبرك أن يوم القيامة سوف تتفجر البحار. هل يضع آية هكذا عبثا ثم ينتهي الأمر، أم يجب أن يرافقها؟ طبعا لا نقول يجب، سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، ولكن نعم، بالنسبة لنا رحمة بنا أنه وضع فيها دليل علمي مخفي. نعم. إذا اكتشفته أيها الإنسان تدرك أن هذا المشهد ستعيشه يوم القيامة، عندما قال تعالى وإذا البحار فجرت، فليس غريبا عليك لأنك رأيته في الدنيا، وهذه صورة مصغرة عنه، سبحان الله. طيب الآن أنا لدي مشهد آخر، وهو وإذا البحار سجرت. من سجر في اللغة سجر التنورة، أي أحماه. رفع درجة حرارته، لذلك قال تعالى ثم في النار يسجرون، يحرقون. سلم يا رب. نعم. إذا سجر اشتعل. بعض التفاسير تقول امتلأ، هذه خاطئة قديما. الآن أصبح لدي آيتين في القرآن، آية تقول وإذا البحار ماذا؟ فجرت، والثانية وإذا البحار سجرت. سجرت. الترتيب العلمي كيف يكون للانفجار؟ الإحماء والتسجير أولا. نعم. ثم ماذا؟ ثم ماذا يحدث بعد الاشتعال؟ الانفجار. والانفجار. نعم. نعم. الاشتعال والإحماء والحرارة أولا بداية، ثم الانفجار. ثم الانفجار. هذا جميل. الترتيب المنطقي والعلمي. سبحان الله. لو ذهبنا إلى القرآن نجد أن هاتين الآيتين وردت أول مرة في سورة التكوير وإذا البحار سجرت، في السورة التي تليها سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. ترتيب حتى عندما رتبهما الله رتبهما علميا. ترتيب الأحداث. فمن يستطيع أن يرتب هذا الترتيب، ومن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا خالق الكون سبحانه وتعالى. سبحانه وجل في علاه. ولكن لي تعقيب بسيط دكتور، يعني أرى كدارس لعلم التفسير. نعم. وإذا قلت أن هناك بعض المفسرين قال البحر امتلأ، نقول أننا ربما هذا وجه وصل إليه المفسر في أحد التفسيرات، وهذا وجه علمي جميل وجليل توصلتم صحيح إليه. صحيح. ينقل القلوب إلى الإيمان. صحيح. وإلى العبرة. أحسنت. بارك الله فيك دكتور، الحقيقة أنت أمتعتنا. أود أن أقول نفس الكلام، لأن التفاسير حقيقة فيها من الغنى اللغوي ما نكتشفه الآن من التفاسير، وستظل تظهر عجائب. نعم. أخرى لآيات. صحيح. الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير دكتور. وإياكم. على هذا الإدلاء. ماذا عن البحار أيضا وما فيها من إعجاز ورد في القرآن الكريم يبين عظمة آياته في الكون وعظمة آياته في القرآن الكريم؟ هناك حديث في القرآن وفي السنة لا يكاد ينتهي، سبحان الله. أي اكتشاف في عالم البحار تجد له إشارة إما في القرآن أو في السنة. جميل. يعني مثلا سأعطيك مثال بسيط جدا، العلماء لم يكتشفوا أسرار باطن الأرض إلا في العصر الحديث، وتبين أن كل البحار تقبع على طبقة رقيقة ملتهبة، القشرة الأرضية تحت البحار قد تصل فقط إلى 5 كيلومتر في بعض المناطق، رقيقة جدا، بينما في مناطق اليابسة تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر. الله. هذه الطبقة الرقيقة الهدف منها أن تخرج منها حمم منصهرة تحدث انفجارات في أعماق المحيط لا نسمعها. ما رأيناه قبل قليل هو 1 بالمليون مما يحدث في أعماق المحيطات على فكرة. والله أخفاها عنا. أخفاها رحمة بنا. الله أكبر. وإلا صوت هذه الانفجارات يصم الآذان، سبحان الله. الله أكبر. لذلك هنا عندما تنزل إلى أعماق المحيط ماذا يمكن أن ترى؟ سوف ترى عالما غزيرا بالحياة، كائنات، وقرب هذه الانفجارات تعيش كائنات حية يرزقها الله. عجيب. الله أكبر.
وعلى أعماق سحيقة في أعماق المحيط هناك كائنات لم تكتشف بعد. كيف تتحمل درجات الحرارة هذه دكتور؟ خلقها الله بنظام متناسب مع هذه الحرارة ومع الضغط الهائل. يعني تصور أن الضغط في أعماق المحيط الهادئ يبلغ 1000 ضعف الضغط الجوي. بس ستنصهر هذه الكائنات. نحن لا نتحمل أن نضع إنسان في غرفة مغلقة ونضغطه مثلا 10 ضغط جو، سيموت. صحيح. فكيف تتحمل هذه الكائنات 1000 ضعف الضغط الجوي في أعماق المحيط على عمق 11 كيلومتر؟ سبحان الله. إذن هناك إعجاز ينبغي أن نتأمله ونتدبره. جميل. الاكتشاف المذهل الذي أذهل الملحدين أولا، لأنهم هم انكشفوه، قالوا إن هناك على عمق 1000 كيلومتر تحت هذا البحر هناك بحر أعظم منه ب3 أضعاف. بحر يعني محيطات الدنيا الآن التي أيوة. نعرفها كلها. جميل. لو أخذنا كمية الماء الموجودة في البحار والمحيطات على الأرض، نعم، سوف نجد على الأقل 3 أضعافها على عمق 1000 كيلومتر. سبحان الله. لذلك هذا الكشف عنونوه بعنوان غريب: بحر تحت أقدامنا تحت الأرض في أعماق الأرض على عمق 1000 كيلومتر. سبحان الله. طيب ما هذا البحر؟ ما الفائدة منه؟ يعني بحر تحت بحر أم نعم. بحر تحت اليابسة؟ البحر تحته طبقات ملتهبة نقول نحن. جميل. وعلى عمق 1000 كيلومتر تحت هذه الطبقات الملتهبة التي تلهب وتتدفق منها الحمم المنصهرة، جميل، يوجد بحر آخر. الله أكبر. دعني أرى معك أعماق المحيط إذا أحببت. حقيقة مذهلة الكلام. نعم. وهذا اكتشاف منذ يعني أشهر قليلة فقط، حديث جدا. وستذهلنا أن يربط هذا بالقرآن الكريم أو أكيد سنة بالقرآن والسنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبشكل أفصح وأكثر بلاغة. يا الله. يعني تصور هنا أعماق المحيط هنا على عمق تقريبا 5000 متر يحدث هذا المشهد، وتتفجر هذه الحمم المصهرة عندما تتدفق وتلهب ماء البحر. انظر كيف يلتهب هذا الماء ويصدر صوتا مرعبا أيضا، هذا الانفجارات، وهذا يحدث باستمرار الآن ونحن جالسون. هناك مناطق كثيرة يحدث فيها هذا المشهد. سبحان الله. سبحان الله. لماذا يحدث؟ لأن البحر يقبع فوق طبقة ملتهبة نارية، وتحت الطبقة النارية هناك ماء عذب. كيف يحدث ذلك؟ أصبح أنا كباحث علمي لدي حقيقة علمية لا أستطيع أن أغفلها، وهي كانت مفاجئة للعلماء، أن هذا البحر يوجد تحته 3 طبقات ملتهبة تحدث فيها معظم التفاعلات الكيميائية الحرارية التي تنطلق منها مثل البراكين والصدوع والزلازل، هي مسؤولة عن كل هذه الكوارث. ولكن أن تجد تحت هذا اللهب تجد بحرا، كيف تم يعني تخزينه وتسربه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. يعني هل هناك أبسط وأعظم وأروع من هذا الكلام الذي لخص لنا به النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة علمية نراها اليوم بأعيننا؟ الله فإن أكبر. تحت البحر نارا وتحت النار بحرا صلى الله ينبئك عليه وسلم. بما في أعماق الأرض. فهل هذا النبي نقول عنه إنه نبي كما يدعون التخلف والإرهاب، أم نقول هو نبي العلم صلوات ربي وسلم الذي يعلم العلماء صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أتذكر الآن ويعني وأعذر أحد الصحابة الذين دخلوا على رسول الله وليراه لأول مرة، كان وافدا إلى المسجد النبوي، فإذا به يقع مغشيا عليه عندما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أتكلم بلغة يعني الدرواشة أو لا. أنا الآن أتذكر لما كان هؤلاء عندما يرون النبي يهابون صلى الله عليه وسلم. هذه الهيبة لم تأتي من قليل. النبي بعدما أفاق الرجل قال له تواضعا منه صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا رجل؟ إنني ابن امرأة كانت تأكل القضيدة في مكة. تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم. أشكرك دكتور على هذا الإدلاء الجميل.